وانا بسم الله الرحمن الرحيم كما رغم دابا هي بدا نهني اللاعبين ديالي اليوم ادوا واحد المقابله اللي كانت في مستوى ما غاديش نرجع للظروف ونهضر على حوايج اللي خارجه عن نطاق كره القدم، ولكن انا فرحان بهاد الوليدات لان اليوم ظهروا بواحد وجه مشرف للفريق شباب المحمديه. شوفوا واحد الوليدات واحد المده ما كانوش كيتدربوا، ولكن ما شفناش واحد الفرق، لان فاش تلعب مع تطوان ماشي ساهل، لان فريق كبير وعنده تاريخ. ديما انا كنت اللعاب كنبغي نجي نلعب في تطوان، لان هاد الاجواء كنظن هاد الاجواء هذه اللي ساعدت الفريق باش انتصر. نتمنى باش هاد المقابله ناخذوا الاخطاء ديالنا بعين الاعتبار، باش ان شاء الله نوجدوا المقابله الجايه. حنا في واحد الوقت في واحد موقف حرج، ولكن الحمد لله انا ثيق في المجموعه ديالي لانهم لعاب شباب، لان اليوم شفتوا لاعبين من مواليد 2005، كاين مواليد 2007 ارشيدي لي انترناسيونال ايديساد. كنظن بان هاد الوليدات هادو خصهم واحد المسانده من الجماهير ديالنا ومن الناس ديال مدينه المحمديه، باش ان شاء الله نحاولوا باش نحققوا واحد النتائج ايجابيه في المقابلات اللي جايه ان شاء الله.